يا كابتن الحمد لله. تسميت سليم يعني عشان حاجة معينة ولا؟ بص يا كابتن، انا بحب طبعا كابتن صالح سليم طبعا والا سليم، وكنت بسمع حاجات كتير جدا على كابتن طارق سليم من الكابتن علاء عبد الصادق ومن حسام غالي، وشفت كم موقف كده لحسام غالي. حسام غالي يعني طبعا بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، طبعا اتعلمت منه حاجات كتير جدا وبتعلم منه لحد الان. شفت موقف كده لما جه كابتن طارق يزورنا في الملعب، لقيته وطى وبس على ايده. الموضوع فعلا. الموضوع بالنسبه لي يا كابتن، لا مين اللي وطى وبس على ايده؟ حسام 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 وطى وبس على ايد الكابتن طارق سليم. لا الموضوع حببني اكتر في آلة سليم، وقلت له حسام، كنتش لسه طبعا اعرف ان حسام عنده سليم. قلت له يا حسام ان شاء الله ربنا كرمني هسمي سليم. انا قال لي انا عندي سليم، وابتدى طبعا يجيبوا النادي وكده، وسميت سليم. انا عندي سليم انا كمان، خلي والله بالك، بس انا توأم بقى ياسين وسليم، ما شاء مش الله ربنا غير يخليك. الكبار. طيب مين تاني عندك؟ حد تاني ولا هو سليم بس لسه؟ عندي سلمى. سلمى وسليم، دي عائلة سين، امبراطورية سين، زي امبراطورية مين؟ بس انا والدي اللي سمى سلمى. والدك. ربنا يخليه لك. ربنا يخليك يا رب. سلمى جه لظروف برضو معينة ولا هو عايز سلمى، بيحب اسم سلمى؟ لا هو بيحب اسم سلمى. انا مراتي كانت عايزه تسمي اسم تاني، قال لا انا هسمي سلمى. وزعلت بقى تلاقيها لا لا ما زعلتش خالص، وسليم. هي قالت لي خلاص بابا انا بهدي لا الاجواء. قالت لي لا بابا اللي شايفه وخلاص، الاسم اللي هتتسمى بيه هو ده هيكون مكتوب لها يعني. دي الصوره بتاعت حسام غالي قبل ما نرجع الصوره دي يا نكمل كده. كابتن اثرت فيها جامد جدا وانا في التمرين، والله شفت الموقف ده يعني اثر فيها جامد جدا. دمعت يا وليد. حقيقه يعني والله بجد. علاقتك ايه بقى بجيل الشباب اللي موجود دلوقتي؟ هاني على نيدفيد على